مساء الخير عليكم من مين الصح؟ سؤال حلقتنا النهاردة هو هل تتفقوا مع فكرة الصداقة بين الولد والبنت ولا لأ؟ اتخضيت ليه يا عبيد؟ ده باب نع عايز ايه؟ الفجر اللي انت فيه ده؟ في وجهتين نظر في الموضوع ده، بس قبل ما اقول وجهتين النظر عايزين نعرف يعني ايه صداقة؟ ايه معنى كلمة صداقة؟ ربنا يديها الصحة كده وتطول في نفسها يعني. الله يعزك يا رب يا أستاذ إبراهيم. طيب يا أستاذ عماد، الصداقة بين البنت والولد هي الصداقة ما بين البنت والبنت، هي الصداقة ما بين الولد والولد مع اختلافات بسيطة. تعالى هنا، برتقال ايه؟ هو احنا عندنا انفلونزا؟ هم العز شبي ايه؟ كبيرة يا سخنة. بمعنى يعني ايه يكون ليا صديق ولد؟ ايوه هنعمل ايه مع بعض؟ يعني لو هو صديق دراسة مفيش مانع ننزل يعني نذاكر مع بعض، صديق شغل هشوفه في الشغل وهتكلم معاه وهشتغل معاه، صديق نادي ننزل نتمرن او نتدرب مع بعض. انا بقول كفايه ماشي كده النهارده. الحمد لله. نجري بقى شويه. اجري اجري. صديق نتكلم مع بعض، ننزل مع بعض، نخرج مع بعض، نتقابل، نحل مشاكلنا مع بعض. انت بعتي له صورتك؟ ايوه. طب لسه مكمل عادي؟ بلس كمان ان هيكون في حاجات كتير قوي مشتركه ما بيننا هنتكلم فيها. ده معنى صديق. طيب موافقين على كده ولا مش موافقين؟ ايه الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ تسرع نفسك بتقول ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني. في وجهه نظر، وجهه النظر الاولى شايفه ان لا، مفيش حاجه اسمها صديق ولد، يعني ايه اصلا يكون في اختلاط ما بين ولد وبنت؟ في ناس شايفه ان ده غلط، عيب، حرام. دي وجهه نظرهم. يكلمها بتاع ايه؟ هو خطيبها ولا جوزها؟ ليه يكلمها؟ سيفتي النمره؟ سيفتها. حسين بقى محتاجين لبعض. ليه حكوا مع بعض؟ ليه ينزلوا يتقابلوا؟ ليه يذاكروا؟ ليه ياكلوا؟ ليه يشربوا مع بعض؟ لا مفيش حاجه اسمها اختلاط. جوهر تقبلي تتجوزيني يا جوهر؟ لا بلاش كده بلاش كده. دي وجهه النظر الاولى. وجهه النظر الثانيه شايفه طب وايه المشكله؟ ايه المشكله لما يكون ليا صديق ولد دراسة مثلا عارفاه من خلال الدراسة، ننزل نذاكر مع بعض، ننزل نتمرن مع بعض. هيا يا خبر ابيض، هيا ننزل نشتغل مع بعض، نحكي مع بعض، نرغي مع بعض، نسهر، نذاكر، نخرج. ايه المشكلة طالما العلاقة فيها احترام؟ بس تقعد باحترامك. ده انا هحترمك احترام محدش احترمه لحد قبل كده. طالما هو محترم، طالما هي محترمة، طالما هي بتعامله كأخ وهو بيعاملها كأخت، في ليميتس او حدود، فواي نوت، يعني ايه المشكلة؟ اما تبوسة ان بابليك وما فيهاش فيلينجز وقدام اخوها سو وات بيبي. فانتوا شايفين ايه؟ يكون في علاقة بين الولد والبنت او صداقة بين الولد والبنت ولا ما ينفعش؟ اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات.